طيب، البعض يقول أو الكثير كان يضع خريطة للتعامل في مثل هذا الوضع السوداني، كانوا يقولون أو يتوقعون أنه سوف يتم الوقوف خلف البرهان ومؤسسة الجيش العسكرية، وبعد ذلك عندما تنتصر على العدو الآن الذي يتمثل في حميتيا، الذي يتمثل في الذي الميليشيات التي تخرج على إطار الدولة، سوف يتم محاسبة البرهان نفسه بعد استقرار البلاد، أو على الأقل تنحيته من المشهد السياسي في السودان، ويبقى الحكم إلى المدنيين. هذا الإطار، هل يعني بحد تقديرك الآن، هل هو إطار تخيلي لن يستطيع الشعب السوداني تحقيقه، أم هو إطار من الممكن أن يحقق بشكل أو بآخر؟ هذا إطار خيالي للأسف الشديد، ويؤسفني ايضا ان اقول ذلك، ولكن هناك النظريه الواقعيه. البرهان ضعيف، ليس قوي امام الشعب الان، لانه اراد ان يعسكر الدوله بشكل او باخر وفشل في ذلك، وكان من نتائج البرهان وجود حميتي. البرهان ليس سبب في وجود حميتي، انما حميتي هو عمليه موجوده في حرب دارفور، وهو وليد حرب دارفور والحرب الاهليه التي قادها البشير، حتى تم الاعتراف بهذه القوه بموافقه مخابراتيه 2013. فاذا حميتي ليس حاله فريده من نوعها، ولم يقبله الشعب، بالعكس كان حميتي رجل وبطل في نظر الشعب السوداني، وايضا كان هو الرجل الذي كان يقف دائما خلف عمر البشير، ولم يكن البرهان في المشهد. وإذا رجعنا بالأمور أو إلى الخلف بضعة من الوقت، سنجد في هذه الأمور هذا الصراع أساسا تم القيام عليه لخلاف وجهة نظر بين الطرفين حميتي والبرهان. على ماذا؟ على تقلق كل منهما السلطة، من سيكون له الذراع الأقوى في الجيش، من سيكون له الذراع الأقوى على النظام السياسي. حتى حميدتي أراد أن لا يكون له صلة بالجيش، وأن لا يكون تحت إمرة البرهان كوزير للدفاع أو رئيس مجلس السيادة، إنما يكون أمره من رئاسة الوزراء، حتى يضفي على نفسه نوع من الشرعية السياسية التي تكون في مجملها تابعة من صفة مدنية غير الصفة العسكرية التي هي مقبولة عند كثير من السياسيين. وعندما أنظر إلى الداخل نجد أيضا طيف كثير من السياسيين ليس بالقليل يقف خلف حميدتي، ويقول أن حميدتي كان سبب صراعه مع البرهان هو عودة الحياة المدنية وعودة السلطة السياسية إلى الحكم، وإنما أراد البرهان اختطاف السلطة المدنية وعزل حمدوك الرئيس الوزراء السابق، فبالتالي كان هناك خلاف على السلطة المدنية، من سيكون معها ومن ضدها، وتم استغلال هذا الأمر لمكاسب شخصية وطموحات فردية لكلا الطرفين. فأين معادلة الشعب السوداني من هذا الصراع؟ وأين الشعب السوداني؟ وأين الطوائف السياسية؟ لن أسمع من أي طيف سياسي موقف ثابت ونزول قوي للشارع، أو حتى المشاركة في المفاوضات السياسية الجارية سواء كانت في جدة أو عن اتحاد الإفريقي الذي عن طريق منظمة إيجاد. هل رأينا طيف سياسي يتم اللجوء إليه ليكون حل وسط بين الجنرالين؟ لم نسمع بأي طيف سياسي موجود في هذه العملية، ولم يستدعي أي طيف سياسي للجلوس على طاولة المفاوضات في جدة، ولم يكن هناك أي طيف سياسي يتحدث معه المجلس الاتحاد الإفريقي. فبالتالي الحالة المدنية أو الديمقراطية في السودان ليست عنصر فعال في هذا الصراع، فبالتالي المنتصر في هذا الصراع سيكون هو البطل الحقيقي. يعني عندما ينتصر البرهان في هذه الحرب سيكون بطل قومي في السودان واستغل الظروف. هل سيسمح بعودة المدنيين؟ لا، سيفرض قانون الطوارئ، وباسم المعادلة الأمنية ستكون هناك مجلس السياسة، امتداد لمجلس السياسة على الأقل عقدا من الزمن، ومن ثم يتم السماح بتداول السلطة مرة أخرى. فلذلك أقول وأؤكد أن الخاسر الوحيد هي الحياة السياسية والمدنية في السودان، لأن المنتصران لهم طموحات سياسية، وتم الصراع ليس على أمن قومي سوداني ولا على حتى حفظ الحدود السودانية، إنما قام على طموحات شخصية لكلا الجنرالين.